أبي ألونسو. Sí, sacado desde atrás de su área. خرجت الكرة من منطقة ريال مدريد وهم لاعبون ثلاثة الذين خرجوا أوزيل ومارسيلو ثم بنزيما الذي حقق الهدف. اللاعبون الثلاثة هم الذين خرجوا من دكة الاحتياط. اللاعبون الذين كانوا أكثر مرتاحين وقراءة مورينيو كانت طيبة خاصة أنه أعطى حرية لمارسيلو سمح له بالخروج بمرتدة وبطبيعة الحال الهدف كان فيه نوع من الحظ. اللاعبون الذين كانوا جاهزين هم الذين قاموا بلقطة الهدف. الريال أصبح أخطر وأسرع فريق الآن في الليغا الإسبانية والمرتدات قاتلة.